خلينا نتكلم الاول على شركه افلام النصر وبدايتها، وحضرتك ثالث جنريشن، يعني اكيد في مجهود كبير عشان تحقق النجاح طبعا اللي كان بقاله سنين طويله، وحافظ على النجاح ده وحافظ على الاسم ده. يعني بتفكر في ايه؟ بفكر في حاجات كتير جدا. اولا افلام النصر دي شركه كبيره جدا وشركه عريقه جدا، وشركه ابتدت في الاربعينات، اسسها جدي حسن رمزي، كان مخرج ومؤلف وكل الحاجات، المؤسس غرفة صناعة السينما، وكان راجل له باع طويل جدا في السينما، مرورا بوالدي محمد حسن رمزي من كبار موزعي السينما، ثم انا تالت جنريشن. فهي شركه عملت مئات الافلام العظيمه، من اول افلام الكلاسيكيه لغايه الافلام الحديثه، افلام مهمه إيه جدا. اكتر افلام كانت بتعجبك؟ والله كتير. هي أصلها كمان أفلام متنوعة وغير بعض، يعني يعني من المرأة المجهولة بقى، وحاجات بقى الهاربة واللن أبكي أبدا. كنت بتشوف الكواليس اللي موجودة؟ طبعا أنا كنت عاشق للسينما من وأنا عيل صغير. أنا كنت بحب السينما وأنا صغير، كنت عاشق للفن وعاشق للسينما، وبحب كل حاجة فنية، وأقعد أعمل مسرحيات على السطوح بتاع بيتنا في الصيف، وأجيب وأعمل ستارة وأعمل كواليس، وأألف مسرحية وأخرجها وأرسم الأفيش بتاعها وأمثلها، وأجيب صحابي يمثلوها بالإجبار معايا. حتى هم عايزين يلعبوا كورة أنا هتمثلوا، ما عايز ناس، وأستنى الحفلات اللي أهلي بيعملوها في البيت يدعو فيها كبار صناع السينما. لا مش مثلت حقيقي، مثلت في المسرحيات بتاعتي الخاصة. المسرحيات بتاعتك الخاصة؟ مثلت في المدرسة، مثلت في الجامعة، انما في الخاص كنت او سوري العام كنت حاسس ان انا وانا صغير حاسس ان انا لازم افضل مش طالع الا لما اوصل لسن ان اقدر ابدا، للسن اللي كنت تبقى فاهم مظبوط، لان كمان انا كنت مقتنع ان العيال الصغيره اللي بتتجاب تعمل اعلانات او تعمل افلام تطلع ادوار صغيره ما بيكملوش. ده كان تفكير، عندي الوعي ده وكان تفكيري كده، وده اللي بيحصل. فقلت لا انا ابدا لما يكون، وكان البلان بتاعي ان ابدا بعد الجامعه، الى ان جالي فيلم اثار البنات بطولة، وفيلم مهم جدا مع مخرج كبير ومؤلفة كبيرة وشركة إنتاج كبيرة، فقلت لا كان أول ظهور ودور فظيع وحقيقة، فقلت ما ينفعش يترفض. وقفت الجامعة، رحت عملت الفيلم ورجعت كملت الجامعة وبعدين احترفت. فلا أنا من زمان بحب السينما وبحب وفكرة الاحتراف. أنت بتفكر دايما أنك تبقى نمبر وان؟ طبعا